une deuxième vidéo. Let's go. السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا هذا الفيديو جديد الفيديو ديال اليوم غادي تكون خفيفه ظريفه في ديسمبر سافرت لالمانيا فمشيت للدي ام مولر وغوزمان هادو ثلاثه ديال لي سوبر مارشي اللي عجبوني باسكو فيهم ميزات اللي هما زوينين وقلت غادي ندير لكم اول ريوار ديال شنو خديت من الدي ام فوالا كتكتب بحال هكا الوغ علاش بغيت ندير لكم فيديو لحقاش منتجات الدي ام كيدخلوا بزاف 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 للمغرب اي فريمون كيتباعوا بزاف في المغرب كيتباعوا في لي جروب انستغرام ولكن اتونسيون كيتباعوا باثمنه خياليه لان الاثمنه ديال منتجات الدي ام مي رخاصين مي فريمون رخاصين راه رخاصين دي جونغ شامبوان 50 سنتيم ديميلر 50 سنتيم ماسك 50 سنتيم جات باليا رخاصين لي برودوي ديال دي ام دو مانيير جينيرال رخاصين اي مع الاسف كيدخلوا المغرب واحد الاثمنه خياليه بون كنتفهم بانه الواحد كيدخلوا المغرب كاين الديوانه كاين فهمتوني لي فري دو ترونسبور ميم سي جو دوت فور ان اللي كيدخل هاد السلعه المغرب كيخلص لا دوان كنظن بانهم كيجيبوا السلعه عادي بحال اللي كيجيبوا السلعه لراسهم لحقاش كيكونوا الناس اللي كيمشيو يجيو بزاف لالمانيا ما كنظنش انهم كيخلصوا الديوانه مي مع الاسف كاين اللي كيبغي يربح بزاف فانتوما غادي تشوفوا لو اول ما عنديش بزاف ديال لي تروك غادي نبارطاجي معكم شنو شريت ما عقليش على الاثمنه دابا ولكن عندي الغوسو فغنخليكم الاثمنه كيلكو باغ هنايا سور ليكرون ديال كاع لي زارتيكل اللي غادي نوريكم وفي نفس الوقت الا بغيتو تعرفوا فريمون الاثمنه ديال منتجات الدي ام كان جو فوز انفيت انكم تتبعوا اختي في انستغرام اختي عايشه في المانيا وعندها حساب على انستغرام سميتو ويتساليتا اللي كتبارطاجي فيه وسورتو في لي ستوري لي برودوي ديال دي ام لي برودوي ديال ديال مولر لي برودوي ديال غوزمان مي سورتو مولر ودي ام باسكو كيدخلوا بزاف في المغرب نبدا ليكم باش تخليو باليا تكونسونطرا معاها مي عندي جوج ديال الارتيكل اللي بغيت نوريهم ليكم عندهم حتى علاقه بالدي ام الوغ الارتيكل الاول هو هذا الماب هذا اللي خديته من الفان شوب ديال بايرن منشن خديتو من ديال اف سي بايرن ليكيب ديال 2017-2018 وكاينه هنايا السيناتور ديال كاع اللعابه ديال البايرن قلت له ياسين ماشي ليا راني حاضيه هاد الماك بحال مومو عيني تقول لي واش متاكده ديالي الصاك ديال لونشون ديال بحال هكا الوغ خديتو في هاد الحجم وفي هاد لاكولور هادي صغيور كنلقاهم كيتباعو في المغرب ولكن ما كنتيقش صراحه خصني كنت باغا نتاكد بانني ناخذو اوريجينال الوغ فوالا داير بحال هكا مازال عمري ما هزيتو يلا كنوريه لكم دابا فهاد اللون هذا زيتي بون حنا كنقولو لو زيتي فريمون زوين بزاف حمقني و دوبي توجور باغي يكون عندي صاك ديال لونشون هذا كان كيدير 60 اورو بروموسيون خديتو 30 اورو غادي نوريكم شنو خديت من الدي ام وايضا شنو خديت من الدي ام بلا مارك ديال الدي ام الوغ خديت واحد الاسفنجه واحده اخرى ديال ريل تكنيكس هادي كتعجبني بزاف ديجا عندي وحده مي هادي خديتها البنات ميم با 6 اورو 5 اورو شي حاجه وما كانتش بروموسيون الوغ كو في المغرب كنشريها من فيرجين ميغا ستور 90 درهم ماشي من بون هذا من الدي ام واحد لاكريم ديال اليدين مع المبرد ديالها الي فريمون تري تري كيوت دابا ندير لكم عليها شي كلوز اب باش تشوفوها هذا ما خديتوش جو كخوا عطاتو ليا اختي وي عطاتو ليا اختي باسكو هادي اديسيون سبيسيال كنظن خرجات في الصيف ماسك ديال الكوكو وديال الاناناس المنحه هادي ديالت لو بان اللي كترميها في لو بان كترغوي لو بان كتخلي ريحه زوينه برمان و كيسميت هذا والياسمين ايضا هادو كانوا في داك الوقيته ديال نويل كيبيعوهم انا كنحماق البنات على الريحه ديال الجينجر بريد عرفتوا هادو الريحه ديالو باين غتكون واعره هذا كيترمى حتى هو في لو بان داير بحال هكا بالقرفه اصلا هاد الجينجر بريد كتكون فيها القرفه اي كترميه في لو بان اي في كيفشفش وبحال اون بومب ديال لو بان اي سيتي اون اديسيون ليميتي ديال نويل خديت منهم جوج خديت ايضا واحد الفيتامينات في الدي ام كيتباعوا بزاف لي فيتامين و دي فيتامين اللي يمكن اي واحد يشريهم يعني ما كتحتاجوش كاع لي زوردونونس خديت هادي ديال ماركه دي ام بالفيتامين سي الفيتامين بي 6 والفيتامين بي 12 فيها 30 طابليت هادي كتمص ماشي كتشرب وماشي فواره هادي كتمص شي جوج ديال الباكيات اي شنقول لكم المذاق ديالها عادي يعني مذاق ديال الليمون هي لا تيكستور ديالها بيزار مرمله يعني كتمصوها مي مرمله ما حملش لا تيكستور ديالها مي بريف كنكونسوميها باسكو دي فيتامين هادو باش كيزولو الجوفي انا كنزول الجوفي ديما عند ايف روشي ما كنشريش هادو مي قلت غادي نجربهم باسكو فيهم الالوي فيرا واللوز خديت هاد لي باتش هادو تحت العينين
سي سوبر سي تري افيكاس هادو اختي مجرباهم كديروهم هكا تحت عينيكم كتخليهم 20 دقيقه وكتزولوهم كيغديو هاد البلاصه تحت العين مزيانين للسير مزيانين للتجاعيد باسكو فيهم هاد الكيوديس وهاد الكيوديس مزيانه لهاد التجاعيد اللي كتكونوا تحت العين بون هادو ديال الناس من 35 عام الفوق ولكن واخا ما فعمرش 35 عام بامكاني نستعملهم خديت هادي ديما ديال ماركه باليا يا باش تكونوا عارفين باليا هي الماركه ديال الدائم بحال تقولوا ماركه ديال مرجان ولا ماركه ديال كارفور فهمتوني باليا راه ديما كيكون مكتوب حداها هنايا الدائم راه ديال السوبر مارشي الدائم هذا داك لو جيل ديزانفيكتون ديال اليدين اي بالكوكو عصير ريحه ديالو كتحمق وفيه هاد التعليقه هذا خديت هاد الكريم ديال اليدين ديال جيكم بيزار كريم ديال اليدين على شكل رغوه دايره بحال هكا شفتو يعني كريمه ديال اليدين مي هي رغوه اي كتهيدراتيو بها يديكم ما غاديش نقول لكم افيكاس ولا لا لحقاش مازال ما جربتها هذه اول استعمال ديالي نقدر نقول لكم ان الريحه ديالها كتحمق خديت كريم ديال الوجه وجيل وسيروم الوغ هادو شكراتهم ليا اختي بزاف ديال البشره المختلطه قالت لي شوفي واعرين ضروري خصك تجربيهم الوغ خديت لو سيروم و لا كريم هيدراتونت اكتشفت بانهم ملي كتكون سيروم وكريم هيدراتونت كتعطي مفعول احسن من انكم تستعملوا غير لا كريم فكنشجعكم ديما انكم تستعملوا السيروم اللي كيمشي مع لا كريم ديال البشره المختلطه اي هادو غادي نستعملهم حتى لربيع الصيف باسكو دابا عندي بزاف ديال الكريمات اللي خصني نستعملهم هما اللي خديت من عند الدي ام كما قلت لكم ما خديتش بزاف من عند الدي ام ولكن بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء ونخلي لكم الاثمنه هنايا باش تاخذوا فكره وسيروا الحساب الانستغرام ديال اختي راه ديما كتبارطاجي باسكو هي كتشري بزاف منتجات الدي ام تالمون كيعجبوها وكيجيوها رخاصين دونك كتشري منتجات واحد اخرين مي كتشري بزاف دائم كتجرب بزاف منتجات ديالهم غادي تلقاو عندها الاثمنه والراي ديالها ايضا فيهم مولر خديت واحد لو كوفري ديال هاد لو بارفان لايف باي اسبري هاد لو بارفان هذا ثالث مره كيكون عندي جربته تقريبا هذه شي 3 سنين اول مره تيحمق تيحمق كيسطي كيسطيني الريحه ديالو فيه ريحه البخوخ ريحه الصابون راه ملي كندير هاد البارفان ضروري كيديروا ليا لا رومارك اول نهار درتو مشيت للخدمه اون كوليك دخلات قالت لك كاين واحد الريحه زوينه هنايا ديالها قلت لها انا اي جو مابي واحد النهار اول مره استعملته وكنت في التران وشميت ريحه خايبه وجبتو رشيتو على راسي وكانوا جالسين معايا الناس في الكومبارتمون كتنغص حتى كتقول لهم ريحه واعره شوفوا لايف باي اسبري شموه ريحه كتحمق كتستر ان توكا انا سي ان دو مي بارفان بريفيري اي سا كوت ريان دو تو البنات مو ترخيص المهم خديت كوفري فيه لو جيل دوش وفيه لو كريم بور لو كور وفيه لو بارفان ديال 15 مليليتر ب 7 اورو خديت ايضا من عند مولر هادو ديال كلينيك خديت هاد لا كريم هادي هيدراتونت ديال كلينيك وخديت هاد لو غوماج على شكل بيلين سي اون كريم غومونت كوتيديان كي سو رانسالو ديما ديال كلينيك هذه فيها شحال من مليليتر 30 مليليتر وهذه فيها 30 مليليتر اي هادو بجوج بيهم الا بقات عندي ميموار خديتهم ب 19 اورو بجوج بيهم اي من عند مولر خديت هاد لا كريم ديال العينين اللي قالت لي اختي الا ما شريتيهاش ما طلعيش للمغرب الوغ هاد لا كريم هادي فيها حتى هي عامل ديال كيوديس ديال التجاعيد وداكشي اي فيها زبده الكاريتي اي قالت لي بلي واعره وافيكتيفمون واحد الوقيته كنت كندير معها لا كريم ديالها وفريمون زوينه عرفتو كترطب لو كونتور ديال لوي بواحد الطريقه خطيره من ناحيه الترطيب واعره واعره يعني ما كنظنش بانها صالحه لي سيرن ولا الانتفاخ ديال العينين مي جوست للترطيب ف ما غاديش نستعملها دابا باسكو عندي واحد لو سيروم ديال بيوتيرم كنحمق عليه غنهضر لكم عليه في لا فيديو عاوتاني ديال فافوري مي درت ديجا فواحد لا فيديو ديال روتين كيسطيني كنسطى عليه مي هذه ان شاء الله دابا نجربها ونبدا لكم الخبر ديت هاد الماسكات هادو من عند مولر حتى هما ديال الوجه اي لي زوين فيهم سي كو كيكو سوا كيف ما بغا يكون النوع ديال البشره ديالكم غادي تلقاو غتلقاو الماسك اللي غادي يجي معاكم وما غاليينش ابدا وكيديو لكم مده طويله وكتنوعوا في الماسكات ولا كنتم مسافرين ما غياخذوش لكم ليسباس انا الهدف من هذا الفيديو هذه هي انكم تعرفوا الاثمنه ديال المنتجات ومن بعد ان شاء الله في سناب شات والانستغرام ستوري نقدر نعطيكم الراي ديالي على هذه المنتجات هادو مي سورتو في سناب شات تبعوني في سناب شات راه وليت كنبارطاجي فيه بزاف ديال الحوايج كنتمنى انكم تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذه اي كما العاده خليوا لايك الى عجبتكم هذا الفيديو هذه وشاركوا ايضا في قناتي وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو اشتركوا في قناتي ضغطوا على الزر الاحمر ما بقى لينا والو 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 نوصلوا ل 50000 مشترك في القناه واحد الحاجه اللي غتفرحني بزاف 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 وبارطاجيو ماكسيموم 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 القناه ديالي
باش نوصلوا دغيا ل 50000 مشترك. انا عارفه بلي نتوما قادين تعاونوني وان شاء الله غادي نوصلوا ليها. وشكرا مسبقا، كنبغيكم بزاف.